طيب خبر كمان من ضمن الاخبار المهمه في الحقيقه، وزي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، حساب سوبر كوره على فيسبوك بيقول اتحاد الكوره قال ان الاهلي يتسلم درع الدوري في مباراه الطلائع بدون حضور اعداد اضافيه. خليني اقول لحضراتكم تفاصيل اكتر بخصوص هذه الجزئيه تحديدا، والمباراه اللي جايه دي الاخيره في بطوله الدوري هي مباراه طلائع الجيش، المفروض ان هي من تنظيم فريق طلائع الجيش. تم تقديم طلب ان المباراه تتنقل من استاد القاهره اللي كان هيقام عليه هذه المباراه لاستاد الاهلي والسلام. ليه بقى؟ لان الشركه الراعيه عامله احتفاليه كبرى على الاستاد ده بالنسبه للاهلي، احتفالا بفوزه ببطوله الدوري واحتفالا ان هو هيستلم الدرع في ارضيه الملعب. بالتالي طلائع الجيش وافقوا على هذا الطلب، فاتحاد الكوره اصدر بيان شكر لفريق طلائع الجيش على الموافقه والمساعده في طبعا هذه الاجراءات الخاصه باحتفاليه النادي الاهلي وبطوله الدوري. فبالتالي المباراه خلاص بقت يوم السبت الساعه 8 على استاد الاهلي والسلام، وهيكون في احتفاليه كبرى بفوز النادي الاهلي وبطوله الدوري وتسلمه درع البطوله للمره رقم 42 في تاريخه. فده امر مهم جدا في الحقيقه. خلينا نشوف ايه تاني المهم معانا النهارده، وده من حساب بطولات على تويتر، وبيقولوا مصدر بالكاف ان اتحاد الكره المصري ابدا استعداده لتنظيم المباراه النهائيه لدوري الابطال ان كانت ما بين الاهلي والزمالك بحضور جماهيري. والجزئيه دي مهمه، هل المباراه ينفع تتلعب بحضور جماهيري ولا لا؟ الاجابه ايه بقى؟ ان اللجنه الطبيه بالكاف تتحفظ على هذه الفكره، معنى ان هي تتحفظ على الفكره دي. ان هي رفضت؟ لا لسه، ممكن يكون في دراسه للجزئيه دي، لكن لسه ما نشوف اصلا مين اللي هيتاهل للمباراه النهائيه. لو فاز الزمالك وتاهل وبقت المباراه بين الاهلي والزمالك ممكن يكون في دراسه للجزئيه دي، لو تاهل الرجاء فاعتقد هيبقى صعب جدا ان يكون في حضور جماهيري. فدي كانت ايضا من ضمن الجزئيات المهمه اللي حبينا نقولها لكل جماهير الاهلي. هنروح لفاصل سريع بعديه نرجع ناخد اخر فقره في حلقه اليوم. يلا